عنوان قيم النزاهة والشفافية. عقدت بمقر جامعة القاهرة ندوة كبرى بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وتحت رعاية اللواء أركان حرب الشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور هشام زعلوك مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من أساتذة وطلاب الجامعة. هيئة الرقابة الإدارية في الفترة الحالية بتعمل على نشر قيم النزاهة والشفافية، وإن احنا مهتمين بالشباب وبالطلاب في جامعة القاهرة. مهم قوي إن الجيل الجديد ينقل إليه فكر مكافحة الفساد، مهم جدا إن الشعب يعمل بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة، مش بس هيئة الرقابة الإدارية وباقي الأجهزة الرقابية وأجهزة القضاء والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في مكافحة الفساد. ومهم جدا إن يبقى ده ثقافة رجل الشارع وثقافة طالب الجامعة بمعاونة كل القيادات العاملين في الجهاز الإداري. احنا دلوقتي اتغير مفهوم مكافحة الفساد، ما بقاش هو يعني مقاومة الفساد ومنع والعقاب عليه، لا، في مرحلة قبل اللي هي الوقاية. حتى مرحلة الوقاية بقى في مرحلة أوسع منها، إن محاولة رفع وتحسين أداء الجهاز الإداري ده على طول بيحسن من الأداء وبيمنع الفساد. احنا عملنا أكبر عملية تحول رقمي في الجامعات المصرية لما تحولنا من أكتر من سنة ونص إلى عملية الدفع الإلكتروني والتحصيل الإلكتروني، ده منع كمية فساد لا تتخيليها. الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير ليس فقط في مكافحة الفساد، بل أيضا في مجال الوقاية منه وتوعية الشباب من خلال إقامة مثل هذه الندوات. إحنا يهمنا النمط التالي الإيجابي، الذي يرى الفساد إذا رأى فساد حوله يبحث عن الجهة التي يبلغها، لأنه هنا بيخدم نفسه وبيخدم وطنه، لأنه الفساد بيعطل التنمية، بيعطل التطور، بيزيد من الفقر، بيزيد من معوقات نمو هذا المجتمع. والله وكان في إفادة في الكلام اللي قاله سيادة اللواء، وإن بيوجه إن رئيس الجمهورية موجه القيادات في الدولة وخاصة الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد. هو طبعا مش هيحد منه نهائي، وإنما مش هيخلصه نهائي، لأنما هيحد منه بطريقة جميلة، والحد من الفساد هيعود على الدولة على الاقتصاد بتاعها والميزانية بتاعتها تزيد. كانت ممتازة جدا، بتتكلم عن الفساد ودوره وعن الرشاوي وحاجات زي كده. هي بصراحة كانت ندوة مفيدة جدا جدا، واستفدنا منها وازاي نقدر نواجه الفساد احنا كشباب، وازاي يعني لو عرفنا حاجة عن الفساد ازاي نبلغ عنها، ازاي نصورها مثلا ونتكلم مع حد مسؤول، حد يقدر يفيدنا ما يكونش مرتشي او يداري على الجريمة. تأتي الندوة في إطار حرص جامعة على تطبيق مشروع تطوير العقل المصري لتغيير طرق تفكير الشباب وتوعيتهم. هدير صبري، MBC مصر.